سألتي على ولاد أخوكي محمود الله يرحمه؟ يبقى مالك ومال ولاد اخويا محمود؟ سالت عليهم؟ اه طبعا بسال عليهم، هم اللي ما بيسالوش عليا. اديت لهم الورث بتاعهم ولا لا يا حاج عفاف؟ اديت لهم الورث؟ هم اللي يدوني الورث مش انا. هم ما لهمش حاجه عندي. ومش معقول. مين اللي كان جاب لي محمود العربيه؟ ايه؟ مين اللي كان جاب لي محمود العربيه؟ مين اللي جاب لي محمود العربيه؟ اه. وبعدين يعني عايز توصل لايه؟ ما تتكلمي. اقول له ايه ده؟ ايه يا بسمه؟ والله العظيم بسمه بتعرف حاجه عن كل اللي بيتقال ده. انت الله يخليك. محمود ده ايه؟ محمود اخويا الله يرحمه، ده لسه الذكرى بتاعته امبارح السنه الاولى. محمود ايه وعربيه ايه؟ معرفش يقصد ايه بعربيه ايه، انا مش عارف، مش فاهمه والله. مين اللي جاب له العربيه؟ اديت لهم الورث. ايه؟ اديت لهم الورث؟ ولا هم زعلانين عشان ما خدوش؟ ده هم خدوا كل حاجه، هم مستورين والحمد لله، مش محتاجين يعني. هم اخويا الله يرحمه عنده 3 بنات ومن حقنا احنا نورث. أوه. عشان هم بنات مفيش صبيان. اه احنا اتنازلنا عن كل معاهم ولاده، ولاده موجودين ومامته. أيوه. موجوده. فاحنا اتنازلنا مش عايزين منهم حاجه والله. طبعا طبعا. طب امال ايه حكايه العربيه دي؟ لا ما اعرفش بقى ايه حكايه العربيه دي. حكايه العربيه دي مين دفع فلوس العربيه لما قال لي كان عايز اجيب عربيه الله يرحمه وهو عايش؟ اه. طب وهي الحاجه عفاف مالها تجيب له عربيه؟ انا عارفه جابت له. مين اللي قال لك الكلام ده؟ جبت له عربيه؟ لا ما حصلش. العربيه دي بفلوس كان ورث من امي، والعربيه دي كان حقه. و50000 ايه؟ 50000 50 لا اكتر من 50000. انت معلوماتك غلط بقى، اسكت بقى اسكت بقى اسكت. بقول لك ايه؟ ايه؟ والعريس رجل الاعمال مين اللي مشاه، علي ولا انت؟ يخرب بيتك. قال ابن اخويا؟ لا ما اه لا 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 هو اللي مشاه. علي ده حبيبي ونور عيني، بس لا ما لا لا هو عشان علي متعلق بيا قوي، ابن اخويا مجدي ربنا يبارك في عمره وعمرهم يا رب. آه بيحبني قوي ومتعلق، وانا متعلقه بيه جدا. فهو اي حد يسمع ان هو هيتقدم لي بيغير بيقول لي على الله لا لا انت لا مش هتتجوزي مش هتسيبيني انت مش كده يعني. بس انا لا ما مش في دماغك خالص. بقول لك ايه، دكتور التجميل مستنيك يعمل لك العمليه اللي قال لك عليها. ايه ايه ايه؟ دكتور التجميل مستنيك يعمل لك العمليه اللي قال لك عليها. عمليه ايه؟ مش قال لك تعالى اعمل لك عمليه تجميل؟ ايه؟ مش قالك تعالى اعملك عملية تجميل؟ لا ما بعملش، ماليش انا في التجميل. قالك ولا ما قالكيش؟ ماليش انا في التجميل ده، انسى. قالك؟ لا ايه؟ قالك تعالي؟ مين هو؟ دكتور التجميل. انا واحد كلمني فعلا وعن طريق صحفي وقال لي نفسي اعمل لحضرتك عملية تجميل. قلت له اسفة جدا ما بعملش تجميل خالص، رافضة تماما.